بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بيكم، حلقه جديده، لقاء جديد، كله حب، كله امل، كله سعاده. اهلا بيكم، يوم جديد في حياه الوطن. النهارده يوم غير عادي، 21 مارس. كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام بتربي اولادها، بتقدمهم للوطن. هم الجنود، هم الضباط، هم المهندسين، هم المدرسين، هم اللي بيبنوا الوطن، يبنوا حضارته، يبنوا اسمه الكبير. بحيي كل ام واعيه، كل ام صلبه طولها واقفه بتتحدى الزمن، بقول لها كل سنه وانت طيبه. النهارده بنقول كلمه للام. احنا بنعرف بعد مرور الاوقات وبعد مرور السنين ان الام قسوتها كانت حب، غضبها حب، عقابها حب. حياه جميله، وما اغربها من دنيا وما اكثر العمر. وعفوا لفيثاغورس، ام هي المعادله الاصعب. عفوا نيوتن، ام هي سر الجاذبيه. عفوا يا اديسون، ام هي اول مصباح في حياتي. عفوا يا افلاطون، ام هي البقعه الفاضله في قلبي. عفوا يا روما، كل الطرق بتؤدي الى حب امي. عفوا يا جولييت، امي هي حبيبتي. عفوا للجميع، هي المراه اللي مش هتتكرر في هذه الحياه. شكرا لكل ام. اتذكر امي الراحله واختي كمان معاهم اللي رحلت عن دنيانا، بقول لهم ألف رحمة عليكم. كل أم رحلت عن دنيانا بنفتكرهم، نقول لهم ألف رحمة ونور. كل أم موجودة بقول لها كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت معانا واقفة منورة، منورة زي بلدك، وشايفة بكرة اللي جاي إن شاء الله. كل سنة وانت طيبين. قبل ما أبدأ الفقرات هقول لكم على حدوتة، على أسطورة، على حكاية هي أصل الموضوع. علمونا وربونا لما قالوا لنا الأسطورة. الأسطورة بتقول الأب مات وساب الطفل مع أمه، ربته وكبرته وبقى عريس، واختارت له أجمل العرايس وجابت له عروسة أمورة. وقف في لحظة من اللحظات بين أمه وبين مراته، ومراته قالت له مش هينفع كده، يا أنا يا أمك، تروح تجيب قلب أمك وتجيلي. دي أسطورة. الأسطورة بتقول إن الابن راح وهو مهزوم بيبكي لأمه وبيحكي لها، بيقول لها حصل معايا كذا، قالت له هنام واذبحني وخد قلبي وامشي بيه في الشارع، أنا عاوزاك تبقى سعيدة. هي دي الأم في الأسطورة. ابنها عمل كده ومشي وماسك قلب أمه في إيديه، والدم بينزل وهو مش فارقة معاه، شايف النزوة، شايف الدنيا، وساب أمه وساب أهله وساب ناسه. وقع من حجر صغير نزل على دماغه، القلب اللي في إيديه قال له اسم الله عليك يا ابني. شفتوا الأم بتقول إيه؟ يا ترى في كم ابن بيعمل كده مع أمه، مع بلده، مع أهله، مع ناسه؟ بتكلم على أهلينا وناسنا، بتكلم على بلدنا، بتكلم على الأم الكبيرة، على الوفاء، على الكفاح، على النضال. فكركم لما رحنا أمريكا في لقطة بقدمها، يا لقطة الأسبوع. اللقطة دي عمرها أسبوع معانا. لما رحنا هناك وقابلت في نيويورك دكتور اسمه محمد احمد، راجل مصري شهم عظيم. كنا في الدبلوماسيه العامه، كان معايا بعض الاصدقاء الدكتور احمد فضالي وسعيد حساسين وعمرو فضالي وست سفير احمد وكيل وزاره الخارجيه الاسبق. فالاب وقف وقال ابني اللي متربي في امريكا معاه جنسيه امريكيه عاوز يخش الجيش المصري. دي اجمل لقطه واجمل لطمه لأعداء الوطن. دي النتيجة الإيجابية اللي احنا ركزنا على أبنائنا في الداخل وفي الخارج. دي نتيجة إيجابية للتعبئة العامة اللي تمت لإعادة الوطن. نتكلم على هوية مصر. نشوف اللقطة اللي بنقدمها، لقطة الأسبوع. أهم من أي حاجة إن علم مصر واسم مصر يبقى مع أبناء مصر، الجيل الأول والتاني والتالت، وتطمنوا على مصر. كل سنة وانتم طيبين يا أهل مصر. ونشوف مع هو ده. عنده 16 سنة وأظهر أولادي الثلاثة، واللي حلمه
اللي يدخل الجيش المصري. افتكر في اول مره الرئيس السيسي جه فيها اليونايتد نيشن عشان الجمعيه العامه، كان عايز يعمل صايل كبيره جدا مكتوب عليها انا مصري اتولدت في امريكا من حقي ادخل الجيش المصري زي اي مصري تاني. ايوه ده طلب الاحساس ده على فكره لما بقعد اتكلم معاه او بشوفه هو قاعد على اليوتيوب بيتفرج على تدريبات الصاعقه المصريه ولا بيشغل الاغاني الوطنيه المصريه اللي يمكن فيها اجيال في مصر طلعت دلوقتي ما تعرفش يعني ايه اغنيه لعبد الحليم حافظ عاش اللي قال، قاعد بيسمعها ده بيهزنا من جوه. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، يا وطني يا بلدي، يا حبيبتي يا بلدي، يا بلدي يا بلدي. رجعنا معاكم على الهواء مباشرة، بنكمل معاكم الحلم. في إيجابيات كثيرة بتحدث هذه الأيام، الكل بيقف على أرض صلبة يعرف بلده فيها إيه، بلده بتقدم إيه، بلده بتقدم أغلى حاجة دم الشهداء. تحية النهاردة للشهيد، لأهله، لأمه، بنقول لهم لكل أم شهيد أنت فوق رأسنا من فوق، وللشهيد اللي قدم واللي ضحى، اللي قدم روحه ودمه لبلده، بنقول له إحنا فاكرينك، أنت فوق رأسنا. الوطن مش هيتبني بسهولة، الأعداء متربصين، لكن ربنا أكبر من كده، ربنا هينجح البلد دي اللي ذكرها في القرآن هيحفظها، ادخلوها بسلام آمنين إن شاء الله. تحية للشهداء والأسر الشهداء. وهو ده ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهني، طبعا ما انا ام البطل، ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل يا ماما، ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمان وابنك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمان وابنك، شد الرحال شق الرمال، هد الجبال عدى المحال، ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا كل ام كان ابنها معاها في العام الماضي، هذا العام كل ابنائها، كل ابناء الشعب المصري متوحدين ضد الارهاب، متوحدين وهم بيبنوا بلدهم، بيقولوا بكره جاي، بكره بدا بالنور بالجمال بكل حاجه حلوه. النهارده عندنا حلقه غير عاديه، الناس بتعيد الام، بنستضيف الزميل والصديق المخرج المبدع نبيل عبد النعيم، هيقدم لنا بعض اللقاءات اللي اعتبرها نادره لانه في بعض لقاءات للراحلين كمال الشناوي ورحمه الله عليه، هنشوف رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، الفنانه ليلى علوي، عصام الحضري، وعندنا مفاجات كتيره في الجزء الثاني او الثالث من الحلقه. النهارده حلقه متميزه، لكن قبل ما نطلع فاصل، السيده العظيمه اللي بعتبرها ام الاعلاميين أمال فهمي اللي قابلتها منذ عدة أسابيع وشفت اللقاء، بقالها عدة أيام في العناية المركزة، ادعوا لها بالشفاء. هنشوف لقطة ثواني بلقائي مع أمال فهمي اللي تم في إحدى المستشفيات العسكرية، نتمنى لها الشفاء، ادعوا لها، وإحنا في عيد الأم، أم الإعلاميين اللي عاشت معنا كثيرا، إن شاء الله ربنا يديها الصحة وتقوم من هذه الأزمة الصحية إن شاء الله. ونشوف لقاء سريع لأمال فهمي. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسها. وحشتوني 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 وحشتوني.
أهلا دي الأستاذة بتاعتنا ودفعت ثمن غالي من حاجات كتيرة. عارف أنا معلومات نسيتها. 10 سنين قاعدة في بيتي. تعرف أنا قلت لك في التليفون. هي يعني طول عمرها إيه بتحب الحقيقة. فكان بتعمل هي اللي حكيت لي على فكرة بس أنا بفكرها يعني. كهربا داخلة النائب رئيس الجمهورية في الشرقية. أنا قعدت في بيتي 10 سنين بسبب لا سنة 69 70 لا مش فاكرة. لا ده 10 سنين. لا الواقع دي 69 70 ده حقيقي. كان نائب رئيس الجمهورية علي صبري وكهربا عدت على كرة ودخلت القرية بتاعتي. فهي اشتكت وقالت الكرة دي يدخلوا لها كهربا. قطعوا عنها الكهربا بقى. قعدت في البيت سنوات. كان معاكي الحاجة الله يرحمها جميلة بوكس فتى. والفنانة الراحلة الله يرحمها سامية جمال. ايوه فاكرة لما اتغدينا سوا تفتكري ده؟ لا اتغدينا عند مدام جميلة في الزمالك. هي جميلة دي قدم الدنيا الله يرحمها جميلة بوكس الله يرحمها مصرية سعودية كانت من صديقاتها يعني. قعدت تحكي لي عن مدام أمال اللي هي ما بتقولوش يعني. أنا بقول لك باسم الشعب اللي أنت اتكلمتي بلسانه كتير كل سنة وأنت طيب. يا حبيبي وعقبال مليون سنة أجيلك ودايما دايما كده منور أنت ومتقدم وحب الناس ده. ربنا يقومها بالسلامة تقوم لنا وتعود لنا إن شاء الله هي وكل اللي أسروا حياتنا الثقافية والإعلامية اللي احنا تربينا عليهم. النهاردة حلقة متميزة عندنا في لقاءات في قصة حب هنقدمها قصة هدية هنقدمها بعد الفاصل. ابعتولنا على طارق علام تفي عشان نحقق الأحلام نشوف المشكلات بنواصل معاكم مشوار الحب والسعادة والجمال وتحقيق الأمنيات. ابعتولنا ونعيش معاكم ونتواصل معاكم فاصل ونعيش أجمل قصة حب هدية بعد الفاصل وبرنامج هو ده. هو ده هو ده اهلا بيكم ورجعنا معاكم على هواء مباشره. والنهارده يوم فرحه يوم سعاده يوم خير ان شاء الله. هنقدم لكم قصه جميله. القصه دي بنتكلم على المراه بنتكلم على الام بنتكلم على البنت المصريه الجدعه وايضا الراجل المصري الشهم الاصيل. هذه القصه غير عاديه. خدوا هديه مهما قدمنا لهم من تحيه وتقدير لا تتناسب مع التضحيه اللي كانت عروسه وكانت واقفه بتنشر الغسيل وقعت من الدور الثالث حصل لها ايه بعد هذه السنوات بقابلها وهي عروسة. هدية بنت الشرابية تكسب الجايزة معانا اللي بشكر مصر الخير ألف شكر على إنها قدمت هذا اللي أقول إيه حاجة يعني تقدير لهدية والعرسة. هنشوف اللقاء وأكمل معاك. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة. مشاهدين نكمل معاكم الفرحة نكمل معاكم اللحظة الحلوة اللي بنشوف فيها أجمل هدية. ازيك يا هدية؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. هي اسمها هدية مش هتاخد هدية. ازيك كابتن؟ ازيك يا استاذ؟ تقرب لها ايه؟ خطيبة جوزة حب يعني ولا اه طبعا لسه ولا لسه؟ لا مكتوب كتابنا لسه. الفرح امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله على يوم 24 كده. بس كده ولا ايه؟ انا فرحانه وهو اكتر من كده فرحه. شايف فرحه انا هي وعريستي جنبي ومبصص طارق جنبي. ارتبطتوا ازاي بقى احكي؟ ده حب من الطفوله احنا جيران. قدامي تقول الكلام ده؟ لا بتقول ده مش شخصي قدام كل الناس. هديه من الناس الجدعان. انت كنت دخلت معانا مشروع قبل كده انا فاكر. مشروع ايه؟ كارد. خدت كارد وكنت ببيع ملابس وحاجات. ودلوقتي؟ ودلوقتي يعني هو شويه. شويه ايه المشروع مشي ولا ايه ولا الناس الحمد لله. بنعيش اجمل فرحه واجمل عروسه خلي بالك منها هذه المشاهدين هيتابعوها في عناية والله يا استاذ طارق غير ما تقول والله. بحيي الدعم معانا مصر الخير اللي بنحقق الحلم والفرحه البوتاجاز الغساله الثلاجه. مبسوطه؟ طبعا مبسوطه. زغرتي فيكوا يا رب. زغرت. نفسي اعرف ازغرت نفسي ازغرت. مبروك ليكي الاجهزه. هتعزمينا في الفرح؟ اكيد طبعا. مبروك ليكي. امان عليك تخلي بالك منها في عناية والله يا استاذ طارق والله.
شاء الله. تحبها؟ اه طبعا. لا ما كنتش اتجوزتها اساسا طبعا. كنت شغال ايه؟ سواق تاكسي. هو انت في البنديره تعمل كده؟ لا والله يا استاذ طارق الحمد لله. ربنا ييسر طريقك كده. مبروك لك يا هديه. مبروك. وحش هديه دي. انت مش شرابيها انا فاكر وقعت انت من بنشر غسيل. فاكرين حكايتك كده؟ ايوه ايوه كنت بنشر غسيل وقعت من ثالث دور من على المنشر من فوق. ويكون هو كان باصص لك بعت لي جواب ولا حاجه؟ شكله كده اه. انا كنت طالعه عشانه عشان اشوفه من فوق السطوح. انت السبب. كنت ما كنت بشوف وقعت. الحمد لله على السلامه وتعيش حياه سعيده. ومع تحياتي وتحياتي وده. شكرا لك. شكرا لحضرتك يا استاذ طارق وكل الناس اللي في البرنامج. الفرحه فرحتنا والفرحه جمعتنا. دي البنت الجدعة والعريس لك دعمينها بصراحة. يعني هو بيحبها من الصغر وبعدين هي من كام سنة وقعت من الدور الثالث لم يتخلى عنها بل استمر في هذا الحب. وده يعني أجمل حاجة في الشعب المصري الجدعنة. هدية من عدة أيام الحمد لله كانت دخلة وكان الفرح. بنقول لها مبروك وهي معانا على التليفون. هدية ألف مبروك ليك يا هدية. الله يبارك فيك يا أستاذ طارق. انا والله مش قلت هتعزميني يا هديه. كنت جيت لك والله يا حبيبي. يا ريت والله. انا ما عملتش فرح وكان فعلا نفسي ان انتوا تكونوا معايا. انت دلوقتي العريس جنبك ولا هو في الشغل ولا ايه؟ لا هو جنبي طبعا اهو. طب جيب اسلم عليه. الو. بص السلام عليكم. عليكم السلام. اولا انا بحييك. انت اجدع مصري بقابله واجدع عريس وربنا يكرمك ويبارك فيك وكل حاجه حلوه. يعني انت كل التقدير ليك النهارده. يعني ربنا يخليك يا استاذ طارق والله. يا ربنا في حياتنا والله بتتم وجود حضرتك معانا والله. والله يعني انا في القصص اللي بنقدمها ساعات بنلاقي في قصص فيه نداله ومش عارف ايه، لكن دي الجدعنه، ده الحب، دي مصر العظيمه، دول ولاد البلد. ده العريس اللي ما تخلاش على العروسه بعد ما حصل لها الاصابه لكن برضه معاها ومكمل. وانت في شهر العسل دلوقتي مش كده؟ مش تفسحها ولا حاجه ولا ايه؟ اه والله يا استاذ طارق لسه بقالنا ما كملناش 25 يوم. 20 يوم اه ولا شهر. على العموم احنا ممكن نطلع تليفون هديه دلوقتي على الهوا. ويا هديه. ايوه معاك يا استاذ طارق. ها اسمع زغروطه، عملت ايه في ال 20 يوم دول؟ احكي لي كده. مبسوطه؟ ايه رايك في الجواز؟ مش 20 يوم يا استاذ طارق. كم؟ احلى 20 يوم. عارف يا استاذ طارق؟ ايوه يا حبيبي. اخيرا اتجوزنا. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. هديه والعريس اسمك ايه عشان نسيت؟ انا اسف يعني. محمد. انا اسمي محمد علاء الدين. محمد. محمد علاء الدين. ده انت والله محتاج مصباح علاء الدين يا محمد والله. محمد علاء الدين سواق التاكسي ابن الشرابيه الجدع المصري الاصيل. وهديه اجمل عروسين. يا ريت يا جماعه تجيبوا صورتهم ورايا كده. نقدم لهم كل تحيه ونقول لكم الف الف مبروك. مش عايزه حاجه يا هديه؟ انتوا محمد ناقصكم حاجه او اي حاجه؟ يا استاذ عايزين سلامتك والله. ربنا ما يحرمنا منك ابدا وربنا يخليك لينا دايما كده. والله انا هحاول اجي لكم البيت تاني والله العظيم ثلاثه. انا بحييكم. نورتنا يا ريت يا استاذ طارق. ربنا يبارك فيكم يا رب. الف الف مبروك. وتليفون هديه بيظهر اهو. قول التليفون كده. ما قول يا محمد التليفون كام؟ قولي رقمي انا محضره. 010-22-5317-34. مش دي 3 يا جماعه عشان الشاشه معوجه. ده تليفون هديه ومحمد. اجمل عرسان بنقدمهم النهارده. بشكر مصر خير اللي ساهمت معانا. رسم. ايوه حبيبي. لا عايز اقول لك حاجه حضرتك ممكن ما تعرفهاش. هديه بتعرف اكل، تعمل اكل جميل جدا. اتفضل يا باشا. ايه بتعمل اكل ايه بقى؟ احلى اكله بتعملها ايه؟ احلى اكل لاي اكله بتعملها طبعا تكون احلى اكله بالنسبه لي يا دكتور. انا هاجي اكل معاكم ملوخيه. يا ريت. تنورنا يا استاذ طارق والله. بتعمل طشه كويسه؟ هي بتعمل طشه كويسه ولا ايه؟ حضرتك كل الاداب بتاعك كله. ربنا يكرمك. الله يكرمك. الف الف مبروك عرستنا النهارده. قصه الحب الكفاح النجاح. دي الام، دي المراه، دي البنت المصريه، دي الصوره الحلوه، ده النموذج الجميل اللي بنقدمه النهارده. بحيي هديه اللي كان تليفونها ظاهر معانا. مش عارف اقول ايه يعني. ايه شعب مصر الجميل ده يا جماعه؟ ايه الحلاوه؟ ايه الابداع ده؟ قدمنا الحلقة اللي فاتت الفنان العالمي المصري ابن اسكندرية أحمد حكيم. نشوف لقطة سريعة ونطمن عمل إيه بعد إذاعة الحلقة. أحمد حكيم هو ده. احلم معايا ببكرة جاية.
ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. وانا عندي 7 سنين وقت الترماي كنت بتشعبط، كنت شقي 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 قوي، وكنت بنط في الترماي رايح جاي، فوقعت بين الترمايتين، واحدة قطعت ايديا وواحدة قطعت رجلي تحت الركبة، الرجل اللي هي اليمين. اللي انا اتعلمت منه الرسم كان واحد ايديه زي كده، بس طبعا كان رفيع، كان بيضم ايديه على بعضه ويرسم، وانا كنت برسم ببقي، كنت رفيع انا قبل ما اتخن يعني كده واتجوز تخنت، فكنت برسم ببقي وبين بايدي وخدي، وبين ابتديت ان انا اعمل استك في ايدي كده، احط القلم هنا او احط المعلقه هنا او اي حاجه يعني، وبالاستك بقيت اعمل نفسي، وخدت على كده الحمد لله. فطلعت في السوق بقى بره اشتغل ايه رسام، لقيت الرسم مش شغال، فابتديت ان انا ايه اخش في الخط عشان الخط كان شغال. سمعت ان في شركه الاعلانات المصريه جريده الجمهوريه فيها خطاطين، فقدمت فيها، قالوا لي لا مش هينفع، لازم تقدم في ورقك في مصر. لقيت ورا مني اكتر من 600 700 نفر نجارين وحدادين وخراطين ونقاشين ورسامين، كلهم واقفين ورايا يشوفوا الخطاط ده هيكتب ازاي. قمت انا ماسك الفرشه ببقي وحطيتها هنا جوه الكم، وكتبت كلمه، ولغايه الان انا قاعد في بيتي بيجي لي موبايل او يجي لي تليفون، وانا على طول بنزل اشوف اذا كان في شغل عايزني او حاجه وانزل اشتغل، لو شغل جات لي بخمسه جنيه حتى انزل اعملها. كل الجروح لها دواء، يا طير يا حايم في الهوى، كل الجروح لها دواء، يا طير يا حايم في الهوى. دول الجدعان، دول ابناء مصر في كل مكان وفي كل زمان. مصر عصية، مصر قوية، ولا حد هيقدر علينا. سيدنا يكون معانا ابن اسكندرية احمد حكيم. ازيك يا عم احمد؟ كل سنة وانت طيب. الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمنا عليك، وايه اللي حصل بعد اذاعة الحلقة؟ وكل الشكر والتقدير والتحية ليك يا عم احمد في حياتك انت واسرتك وزوجتك الجميلة. اتفضل. اتفضل يا عم احمد. حضرتك ناس كتير اتصلت بيا. تمام. وشكرتني وشكرت حضرتك. اه. ناس من الارياف وحابين جدا والله حضرتك يا استاذ طارق. اه. وبيدعوا لحضرتك قوي. انت حاسس بقيمه ما فعلته في الحياه، وحاسس ان في تقدير من اللي حواليك وكل الناس؟ اه والله يا استاذ طارق انا بحمد ربنا عز وجل النعم، وانا عندي 7 سنين ايديا اتقطعت الاثنين ورجلي اليمين، وربنا ما سابنيش، عطاني عزيمه جامده، وفضلت انا اتك مع العزيمه برضه عشان انا كنت بمشي في الشارع الناس تديني 10 شيخ فضه بتاع الزمان دي اللي هي كانت فضه. كنت اقول لهم لا انا عايز اشتغل، عايز اكون حاجه في مصر، عايز ابقى فنان كبير، عايز ابقى نجم، يعني ده من صغري وانا بقوله يا استاذ طارق. انت بقيت نجم، نجم اسكندريه والفنان اللي بنفتخر فيه، بنقدمك لمصر للعالم، بنقدم في لحظات ممكن اقول ضعف، خد القوه وخد الطاقه الايجابيه من شخص عظيم زي عم احمد. عم احمد كلمه الختام عاوز تقول ايه قبل ما اختم معاك لقائنا الجميل المثمر؟ انا عايز اقول يا استاذ طارق ان ربنا يديك الصحه ويخليك، عشان انت يا استاذ طارق يعني رجوله الدنيا فيك، ربنا خلقك يعني الرجوله كلها خلقها فيك ربنا. حبيبي عم احمد يا ابو جدعانه يا ابو الرجوله، دايما منور، ولما ننزل اسكندريه نعدي عليك كده وناكل سمك في بحري ابن اسكندريه. بحييه احمد حكيم وكل اللي بيكافح، كل اللي بيقدم لمسه لبلده. النهارده عندنا لقاءات كتيره جدا، افكاركم عندنا مفاجاه فنيه، اهم اللقاءات اللي قدمت في برنامج ست دي امي مع المخرج الكبير حبيبي نبيل عبد النعيم. هنشوف عده شخصيات بتحبوها، مفاجات كثيره في الجزء الثاني من الحلقه. لكن معاكم احنا بنتكلم على الام، بنكرر دعوتنا هذا الاسبوع، يعني عندك خميس وجمعه والاسبوع اللي جاي نعمل ده دعوه للزياره العائليه،
وشبابنا ممكن تروح أقرب دار مسنين. هنشوف لقاء عملته في دار مهاني في مبابة في الجيزة. اللقاء كان حزين لكن بقدمه دعوة للأبناء اللي في لحظة النور انقطع عندهم من قلبهم وعند عقلهم كمان. ارجع لوالدتك لوالدك. هذه اللقاءات اختصرناها نقدمها بشكل سريع عشان نقول ليه كده. نكمل معاكم لقطتنا النهاردة عيد الأم من داخل دار المهاني بمبابة. نكمل دعوتنا برضو لكل واحد فقد أمه أو عاوز يعمل خير. نسمع أنه مثلا اكفل الطفل يتيم، لا احنا بنقول تعالى اختار أم وزورها تبقى أمك كده. عاوز علبة دواء تجيب لها مثلا حاجة تذكارية. اللحظات دي ما حدش حس بيها إلا اللي هم حاسين هم مقفول عليهم باب. تخيلوا المكان ده اللي كله ستات طيبات، لو فيه 10-15 بنت معاهم هيعملوا ايه؟ يبقى فيه فرحة أو ولاد يجيبوا لهم هدايا بسيطة، مش كده حاجة؟ اه طبعا يجوا يزوروك كلامك صح. بس احنا عاملين دعوة انه زي ما احنا عاملين كفالة للأطفال الأيتام يبقى فيه كفالة للأم. يجي هنا بس مجرد انه يختار أم هنا مرة كل أسبوع كل شهر. يقول لك ازاي؟ يا ريت. أنا هنا بقالي سنتين ابني ما زارنيش مرة. أنا هنا بقالي سنتين ابني ما زارنيش مرة. عندك ابن واحد؟ لا ازاي؟ أنا معي أربعة. ما حدش بيجي يزورك منهم؟ لا والله كلهم بيزوروني. بنات؟ إلا الكبير، لا بنتين وولدين. إلا الكبير ده هو اللي مش عارفة معاني معايا ليه؟ عاوزة منه حاجة ولا حاجة؟ لا 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 الحمد لله أنا معاشي مكفيني الحمد لله. زيارة بس؟ اه بس يبص علي أعرف إن هو جه يشوفني بس. لو هعمل لك بس يبص علي أعرف إن هو جه يشوفني. عملتيه لو تعب بتزعلي عليه وتقلقي عليه؟ طبعا مش ابني، ما هو ابني برضه، ما هو ابني مرض. أنا هنا بقالي سنتين ابني ما زارنيش مرة. دعيله بالهداية كده ربنا يكرمه. ربنا يهدي. تبقى صعبة دي. صعبة ياه. مش هقول لك ازاي. مش عارفة اقول لك ايه اللي بيحصل. سنتين ما قالكيش ازيك ولا شيء. والله العظيم ثلاثة وحيدة. ولا عيد ولا رمضان ولا عيد ام. لا 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 ما دخلش من باب الدار. ما دخلش من باب الدار. في شباب او رجالة او ستات لما الام تتوفى يقعد يبكي العمر كله واتمنى لحظة واحدة يشوفها. وفي ناس ابناء ربنا يهديهم ويصلح حالهم يعني يبقى عنده ام طيبه زي دي يجي لها خمس دقايق بس يقول لها ازيك عامله ايه. مش عايز منه حاجه يا عم. والله ما عايز منه حاجه يا ابني. والله يا ابني ما عايز منه حاجه. اعمل لها تمثال. والله يا ابني ما عايز منه حاجه. حبيبه قلبها فوق الخيال. بس يبص عليا اعرف ان هو جه يشوفني. اللي سهرت انا هنا بقالي سنتين ابني ما زارنيش مره. عندنا من هذه اللقاءات الكثير عندنا قصص حزينه كثيره مش عاوزين نقدمها النهارده لكن بقدم الدعوه ونصحي قلبنا وعقلنا ونور حياتك. زور والدتك، زور والدك، اخوك، اختك. نتكلم على الام او الام البديله. لو الام توفت رحمه الله عليها شوف اختك، شوف اهلك، شوف ناسك. نرجع مهما كانت الحياة قول لها ازيك عاملة ايه؟ ده صعب ولا ايه؟ صعب. روحوا دور المسنين. والحلقة الجاية هنقدم لكم دار المسنين في دوران شبرا. صورت معاها منذ عدة ايام. هتشوفوا برضو المبكيات الكثيرات. هنكمل معاكم والنهاردة مع هو ده عندنا مفاجآت كثيرة. عندنا في اللي كسبت معانا الكرسي الكهرباء. قصة جميلة هنشوفها ولا زال الكفاح مستمر. فاصل نكمل معاكم. هو ده هو ده هو ده
رجعنا معكم على الهواء مباشرة. أي حد عنده مشكلة ابعتولنا بالتفصيل على طارق علام تي في عشان نعيش معكم الحلم. وطبعا بناخد وقت عشان في ناس بتستعجلنا، عندنا مشاكل كثيرة جدا، وكل مشكلة بتيجي بنوزعها أو بنحولها على المكان اللي ممكن يعالج فيها. على سبيل المثال الإدمان مثلا، الإدمان جات لنا مئات وحولناها على صندوق مكافحة الإدمان. أيضا الفقرة المتميزة اللي بنقدم فيها، هقول مش هدية ولكن السند والمساعدة مع متحدي الإعاقة، الكرسي الكهرباء. طبعا بعذر النهاردة وإحنا في عيد الأم، بعذر كل أم عندها ابن أو بنت من متحدي الإعاقة، لأنها بتشيلها وتوديها المدرسة أو تنقلها في البيت. قلبي معاهم. بنعيش دلوقتي مع مي اللي من 6 أكتوبر اللي بتروح المدرسة ومحتاجة حاجة تساعدها. بحيي كل اللي بتعاون معانا، بيت الزكاة ودار الأرمان وأيضا مصر الخير، كل الشكر، لأن هذه اللقطات اللي بتعيش دقايق بتغير في حياة الحالات اللي بنشوفها، بتغيرها العمر كله. أجمل قصة، قصة مي، بقدم لها التحية هي والدتها في عيد الأم. كل أم عندها طفلة أو طفل متحدي الإعاقة بقول لها ألف ويعني مليون شكر ليك، ربنا يجازيك خير. نعيش دلوقتي مع مي ونقول لها ألف مبروك. واعمل كل حاجة أنا عايزاها. حلم جديد، ابتسامة جديدة، ولو طفلة بتحبو في الأرض وتكبر يفوت شهر والتاني والتالت والرابع والخامس، سنة واثنين وتلاتة، 8-9 سنين الأم شايلة. تعالي يا ست، ازيك؟ ازيك يا مي؟ الحمد لله. عندك كام سنة؟ 9 سنين. تروح مدرسة؟ بروح. ها؟ بروح. كل قد ايه؟ بتوديها كل يوم؟ السنة دي ما راحتش عشان خاطر مش عندها كرسي تروح بيه. لا كرسي عادي ولا ايه؟ لا، هي كان عندها عربية أطفال واتكسرت، وبعد كده ما لقيناش يعني تصليح ليها، فاضطرينا الترم ده إن احنا ما نوديهاش المدرسة خالص، وعشان كده كلمنا حضرتك. طب هي عندها ايه، شلل ولا ايه؟ مش شلل، عندها عجز بنسبة 100%. مش أمل في علاجها؟ لا، أمل في ربنا. تزحفي بقى ولا ايه؟ تزحف. الزحف ده حلو، تحركي جسمك مش كده؟ ولا بتتكسفي؟ لا بزحف عادي، بكون عايزة اروح افتح التلاجة بروح عادي. طب عندك في البيت مثلا في كمبيوتر، في حاجة؟ لا، التلفزيون. مش جيم تلعبي ولا حاجة؟ لا، قاعدة في البيت كده؟ مش تخرجيها؟ بنخرجها والله، بس مش دايما يعني، عشان شيله كده واخواتها صغيرين بقى. السنة دي ما راحتش عشان خاطر مش عندها كرسي تروح بيه. جوزك فين؟ لا حضرتك، انا مطلقة. شغال ايه؟ بشتغل في مصنع بتاع سمك. مصنع سمك؟ فين؟ في 6 اكتوبر. عندك كم ولد وكم بنت؟ عندي بنتين وولد. ربنا يعينك والله، والله ربنا يعينك. بنقدم القصة كفاح دي الناس اللي يعني بتكافح، الناس اللي مش هقول بقى يعني شايفاها العيشة كويسة، بنقول الحمد لله بنصبر. مي اسمها مي ايه؟ مي بالحمد علي صبره. اللي مفروض تبقى في تالتة ابتدائي، نفسي اشوفها في المدرسة، وبكرر نداء الوزير التربية والتعليم نقدم تسهيلات بناتنا وولادنا. هي عندها اعاقة في رجلها تحت، يعني ممكن تخش اي فصل، تعرفش تقرا وتكتب برضه. ما هو غصب عني يعني حضرتك، انا يا دوبك اليوم بقضيه في الشغل، اخواتها ما بين الشغل والدروس، برضو شغل البيت والدروس، ما فيش، ما حدش عارف ياخد باله منها كويس. هي مستحملينها بقى، مش احنا اللي مستحملينها. طب لو جبنا لها كرسي كهرباء يسهل المشكلة؟ ان شاء الله ان هي تقدر اخواتها ينزلوها مثلا، تقدر تروح مدرستها. بتبقى متضايقة، بتبقى قاعدة في البيت مكبوتة، ان هي قاعدة كلنا بنخرج خارجا عنها، هي قاعدة في البيت. انا نفسي اخرج واعمل كل حاجة انا عايزاها، واخرج كده واروح زي ما انا عايزه، ونفسي اعمل كل حاجه انا عايزها. زي ايه يعني؟ انا امشي اتحرك كده زي الناس، اعمل كل حاجه انا عايزها. طب انت بتكسفي لما بتزحفي؟ لا اتكسف من ايه؟ خليكي جامده، انا احب البنات الجدعانه، انت بطله. فابتلي، وده ابتلاء مش كده؟ فبنقول ايه، الحمد لله، صح؟ الحمد لله. وبشر ايه؟
مش صابرين. انت مش صابرين؟ اه. هتبقي بنت جدعة خلي بالك. مي بيطلع تليفونها اللي عاوز يقول لها احنا معاك، اللي عاوز يقول لها اعزمك على ايس كريم، بس تخرج وتروح نادي. ونفسي مدرس يتطوع انها تتعلم القرايه والكتابه وانجليزي وكمبيوتر. نفسي يبقى عندها جهاز كمبيوتر في البيت وكرسي كهرباء تمشي بيه. بشكر مصر خير اللي بتساهم معانا وتساعد خروج الزهور، تخرج للنور ما تبقاش في الضلمه. كرسي الكهرباء اللي بتشوفوه ده ثمنه بتاع 20,000 جنيه. ده يخليها تخرج للنور، يخليها تبدا حياه جديده. عارفه الجهاز ده؟ ده ايه؟ ده كرسي. يبقى بتاعك. نفسك فيه؟ شكرا. نفسك فيه في الكرسي ده؟ تعرف ده يعمل ايه؟ هتدوسي كده يمين شمال تتحركي، صح؟ اه. عايزه اقول حاجه، ان انا ما كنتش مصدقه وانا ببعت لحضرتك ان حضرتك هتستجيب بصراحه. فيعني مليون شكر مش هيكفي حضرتك لاستجابه حضرتك في وقت قصير جدا لينا. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه. ربنا يكرمك ويقويكي ويصبرك ويعينك. انت ام واب، انت يعني زوجه وزوج، وانت اللي شايلاهم، فربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ طارق، وشكرا جدا لحضرتك. خليك دايما وش الخير. اللقطة دي بالدنيا كلها، انك تسعد طفل او طفلة. ولادنا يخرجوا للنور، يتعلموا صح. فعم تحدي الاعاقة محتاجين الكثير في المدارس، في النوادي، في كل، في الجمعيات كمان. في حاجات مشوار كبير بنبنيه، مشوار كبير بدا، لكن لسه ما اتحققش كل اللي احنا عايزينه. مع ارتفاع الاسعار، مع اشياء كثيرة، الزوجة اللي زي دي اللي تركها زوجها، بقدم لها كل تحية لام مي. بكمل معاكم المشوار، وبرضه في بعض نقول عليهم ضحايا، ضحايا ظروف المجتمع، ضحايا الجهل والفقر والمرض، ضحايا بنقدمهم وقضيتنا الغارمين الغارمات. واحنا بنتكلم في عيد الام النهارده، مش عاوزين حد او ام تمضي على بياض كده عشان تخش في المشكله دي. خدكم روح السيده حنان من الشرقيه، قلبنا معاها، ودي الغارمه اللي طلعت، نقول لها مبروك. ونقدم هذه القصص عشان نتعلم منها. اوعى تمضوا على بياض، يعني استحملوا، بس بلاش نخش في مشاكل زي دي. ربنا يستر علينا وعلى اهالينا وعلى كل ولايانا، منهم حنان. وقدم تحيه مره تانية وثالثه لكل جمعيات زي مصر الخير. نعيش دلوقتي مع قصتنا النهارده، الغارمات. وخلي بالكم، هو ده. نكمل معاكم القصص، مش للتسليه ولا حكايات، ولكن للعظه، وعشان عده اشياء. نحط ايدينا في ايدين بعض، ازاي لو شفت حاله زي دي ممكن نساعدها، ودور ممكن يزيد من جمعيات مؤسسات. لو كل شارع في جمعيه، في مؤسسه، في فاعل خير، مش هنلاقي حد تعبان في بلدنا. منهم المشكله دي، لان الست دي عندها اربعه من تحدي الاعاقه، كل واحد عنده يعني اعاقه شكل. وجوزت بنتها وماضت ودخلت في المصيبه اللي احنا بنحذر منها، موضوع الغارمين، مش كده؟ انت عندك اربعه من تحدي الاعاقه؟ اربعه. واحد عنده ايه؟ غسيل كلوي وتوحد وسرطان ومشلوله نصفي. مشلوله نصفي. جوزك معاكي؟ لا. سابك. وعندك بنت خمسه؟ اه اتجوزت. جبت لها الاجهزه بكام بقى؟ جبت لها الاجهزه ب 35,000 جنيه. ليه؟ ما احنا الناس كلها كده. وانا الناس كلها كده ليه؟ وانا بس الناس كلها كده. رحت طبعا حرقتي ومضيتي، مضيت على كام بقى؟ مضيت على كذا نفر، مش واحد بس، كذا نفر. ومضيت على انا كل شهر مش معايا اجيب لاولادي الدواء، اروح اندين واروح ابصم. واجيب لهم بالدين، مفيش حد. ذلك احكام بالحبس. ايوه. كام سنه؟ قال لي سنه وشهر مره واربع سنين مره. يعني اربع احكام يعني. اربع احكام بكلهم حوالي كام؟ ست سنين، سبع سنين؟ خمس سنين. ولو اتحبست ولادك دول مين اللي يقعد معاهم؟ طب اروح فين؟ اروح فين يا استاذ طارق؟ اخبط على باب مين؟ مين هيديني؟ ما تتجوزش تقعد معاكي. الافراح الجماعيه عشان كده يا جماعه، افراح جماعيه، جمعيات، لو كل واحد يشوف عروسه. عشان بحذر كل ام، ما تمضيش على ورقه، ما تمضيش على شيكات،
عمل ايه يا استاذ طارق؟ اخبط على باب مين؟ بصي انت سيئه الحظ وسعاده الحظ انك رحت مصر لله. الخير الحمد لله يسترهم ربنا. الفلوس كلها سدت؟ الحمد لله لسه حبه بسيطه بس الحمد لله ربنا يسترهم. دفعوا لك كام؟ 25000 جنيه. والمبلغ كان 35؟ اه ربنا يحوش عنهم المرض سترون الله يسترهم الله يسترهم. قولوا لي مره واثنين وثلاثه وقفوا جنبي الله يسترهم ان شاء الله. احنا معاكي لغايه لما المبلغ كله اتسد. مش عنك المرض. ادي واحد اثنين وده الاهم. بكره هتعملي ايه؟ بكرة يعني انت ايوه ايوه اخبط على باب انت. انا بكره هبص من النوم تاني بكره. انا بص اول ما عشان اجيب الجهاز الكلوي بصمت تاني عشان ابني اللي جهاز ضرب. اسمك ايه؟ حنان الزناتي. منين يا حنان؟ الشرقيه. يا رب نطلع تليفون حنان اللي عاوز يساعدها وهنحاول برضو مع مصر الخير نشوف هم بيعملوا حاجه كويسه قوي. بياخدوا الموضوع من كل الجوانب بتاعته يوفروا لهم العلاج او دعم او مشروع. طبعا مش بعاتبك انا عارف ال 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 الظروف كانت صعبه عليك. مفيش اب بس الحمد لله. ما انا اقول لك بس الحمد لله انه ربنا نجاكي ما اتحبستيش. الحمد لله يا استاذ طارق. الحمد لله على كل حال على ابتلاء الله. انا راضيه بابتلاء ربنا وابتلاء رضا. والله العظيم انا اصعب واحده اللي عنده توحد دي اصعب شيء. يا رضا النفسي دي اصعب شيء. عبد الرحمن مجنني. بروح مركز الامل بيدمرني. بص والله اصعب شيء. مركز الامل ده فين عندكم؟ في المريوطي. لا هنا في الهرم. عبد الرحمن توحد في مرحله ثانيه وعنده فرط حركه. عبد الرحمن فظيع يا استاذ طارق فظيع. وانا غصب عني اروح لمين؟ ولا اب يسند ولا اخ بيسند. ما تاخديش المشروع الفلوس بتاع التكافل وكرامه المعاش؟ لا 320 جنيه يكفوا مين؟ لابنك المعاق كل واحد بيطلع له 320 جنيه. انا باخد 620 640 جنيه. النور واحمد بمشي اللي هم باخد 600. قال لي لا ولا عندها فشل كده. قال لك لما هو اللي فشل احمد والبيت الثاني. قال لك هو دي كده بس. احنا هنشوف موضوعك. هو كده قال لك. اعزائي المشاهدين بنقدم هذه الصور الحزينه اللي ازاي ربنا انقذهم بتدخل مؤسسه كبيره زي مصر الخير. نتكلم النهارده على دور المؤسسات الكبيره في انقاذ الاسر. ادي واحد اثنين. مهما كانت الظروف اوعى تمضي على ورقه. يمكن دي الحمد لله اتلحقت. في ناس تخش السجن بقى وعلى ما حد يوصل لهم. واتمنى موضوع الغارمين والغارمات ده يتلغي. واتمنى ايضا زياده. احنا بنتكلم على افراح جماعيه. اعملوا واعملوا مساعدات للعرايس والعرسان عشان ما نشوفش الصوره دي. الصوره دي بنقدمها والتليفون بتاع هذه السيده الطيبه من السيده بيظهر. اللي عاوز يكلمها، اللي عاوز يدعمها، اللي عاوز يساعدها هو ده. واكمل معاك. بنحاول نقدم قصص مفرحة لكن هي حزينة. هنعمل ايه؟ ده الوضع بالنسبة لحنان. اللي حصل المبلغ كان 35000. مصر خير تدخلت وخفضته ل 25 وتم السداد بالكامل. فبقول لها مبروك لكن ربنا يعينها على رحلة العلاج لأبنائها. بكمل معاكم لحظاتنا. وكان عندي خبر منذ عدة أيام انه في أحد أولياء الأمور عوض حسن وابنه اسمه إسلام تلميذ في الصف الثالث الابتدائي. رجع بيشتكي عنده حالة إعياء وقيء ورجع البيت ودوه المستشفى. اكتشفوا إنه واخد قرص من واحد صاحبه. اداله قرص ترامادول ولا حاجة كده يعني أو تامول. طبعا دي كارثة. بنتكلم على المخدرات وحالتنا اللي هنتكلم عليها دلوقتي لكن نعيش مع ندائنا. وانت أول المخدرات برنامج هو ده بيقدم اللحظات وبنخش حياة الناس. نقدم الوردة البيضاء عشان يعني نخرج منها بسلام. الحالات اللي عندكم الصعبه ابعتوا لنا والله كلها بيتم دراستها لكن بتاخد وقت. ابعتوا على طارق علام تي في عشان نحولها على صندوق مكافحه الادمان ونشوف اللحظه الحلوه. انت اقوى من المخدرات مع برنامج هو ده. ابتديت من الاول خالص. هو الموضوع انا كنت يعني بحب المغامره يعني بحب اجرب اي حاجه كده. فابتدى معايا كده يعني. السجاير دي على فكره يعني ببدا لاي حاجه بس استحاله تلاقي حد بيشرب مخدرات من غير ما يكون بيشرب سجاير يعني. لان هو مش هيستمتع بالمخدرات غير بالسجاير يعني. بس وطبعا حصلت لي شويه ظروف كده انعزلت شويه. كان مثلا والدي توفى عادي يعني. واحد كان شايف حالتي يعني وحشه قوي فعرض عليا يعني نوع من انواع المخدر وقال لي ده هي ايه خليك تنسى شويه. خلاص يعني ابتدى الموضوع بعد كده يخش معايا في ان انا اكتر
ابتدي بقى اخد التدريج، يعني اللي هو خلاص انا شربت الحاجه دي وخلاص جبت اخرها، مش عامله معايا حاجه في جديد. طب ايه ماشي شغال كويس لفتره برده معينه، وممكن يبقى موجود ومعاه حاجه ثانيه كده. فابتدى لحد ما وصلت لاخر حاجه خالص، يعني على مدار السنين خلاص جبت انا ما فيش حاجه ثانيه ما شربتهاش. جات لي اوفر دوز، فمش عارف اعمل ايه، يعني خلاص انا في حاله حسيت ان انا يعني خلاص. اوفر دوس يعني اللي انت خدت جرعه زياده، والجرعه الزياده ديت خلاص يعني يا تتلحق يا اما خلاص تموت، يعني انت خدت كميه كبيره فوق المعتاد. يعني انا بطلت قبل كده 3 مرات، وكنت برجع في نفس اليوم اللي انا بخرج منه من النهارده. الحمد لله بفضل الله انا عامل 1 سنة و3 شهور. المره دي مختلفه لان اولا انا خدت الموضوع بجد، وخدت الموضوع يعني ان ربنا انعم عليا بعد اللي انا مت وصحيت والكلام دوت، فيعني حرام ان انا يعني ايه ارجع اللي كنت فيه تاني. تاني حاجه ابتديت اسمع الكلام، ابتديت ان انا في حاجه اثرت جدا كمان معايا بالنسبه للصندوق، ان انا كل حاجه في حياتنا احنا كمدمنين يعني كل حاجه ليها مقابل، انت مش هتقف جنبي كده يعني اكيد عايز مني حاجه. فلما رحت لقيت الناس مش عايزه حاجه خالص. انت اقوى المخدرات النهارده في عيد الام، الام هي اساس الاسره. يا ستي يا عظيمه خلي بالك من ولادك. مش عارف اقول لك ايه، لكن ربنا يكون في عونك بس ما تسيبهمش. ده بينطبق برضو على التليفون اللي معانا، ام وابنها دخل في هذه الكارثه في الضلمه عايزين يطلعها للنور. الاتصال التليفوني مع احدى السيدات، مش هقول اسمها والبيانات، لكن معانا البيانات اللي هنبلغها لصندوق مكافحه الادمان اللي بحييهم بشكرهم، واتمنى ان كل الحالات اللي راحت تتعالج ونقدمها ان شاء الله قريبا. التليفون معانا، الو اهلا بيك يا ستي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازيك عامله ايه؟ طمنينا عليكي وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب يا فندم، كل حضرتك بصحه وخير يا فندم. انت من القاهره ولا من بره القاهره؟ انا من القاهره ان شاء الله، انا زوجه ويعني ارمله ومعايا 4 ابناء. ارمله، طيب احكي لي ماساه ابنك ايه؟ هو الثانويه عامه، وللاسف يعني والده توفى في سن وهو في سن صغير جدا في اولى اعدادي، وللاسف ما قدرتش اسيطر عليه في سن المراهقه، فللاسف دلوقتي داخل في مرحله الحشيش. يعني هو بياخد مخدرات من الاعداديه يعني ولا ايه؟ لا 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 مش من الاعداديه، هو من فتره الثانوي، يعني فتره اولى ثانوي كده كان يقول ان انا بشرب حشيش يعني في الاعياد، دلوقتي انا حاسه ان الموضوع بيزيد. يعني هو مدمن يعني مخدرات مثلا ولا حشيش؟ لا مش مدمن، مش مدمن مخدرات، هو حشيش يعني انا يعني اللي انا عارفاه ان هو بيشرب حشيش. طب انا عاوز اسالك سؤال شخصي، يعني مش عارف. انت مش ليكي تاثير عليك كأم وست طيبه، وواضح من صوتك انك ست عظيمه، يعني ممكن تقعدي معاه ومع مثلا حد من الاسره يوعيه كده، ولا لازم نوديه مستشفى ولا نعمل ايه؟ لا للاسف يا فندم، لا للاسف يعني ما فيش اي حاجه من دي خالص. طب هو بياخد المصروف ولا حاول يسرق فلوس ولا ايه؟ لا 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 مش للدرجه دي لا. طب انت ساكن في منطقه ايه؟ انا في القاهره. طيب انت مش عايز تقولي البيانات. يعني من الواضح ان شاء الله ان شاء الله الحاله او هذا الشاب يعني ادعو الله البدايه. وبرضو اتعلمنا وشفنا بعينينا اصدقاء السوء اصحاب اللي هم معاه، لو ممكن تروح المدرسه تنقلي مدرسه ثانيه او فصل ثاني، ويروح وتقولي للمدير انه في كذا، اكيد في صاحب هو اللي خلاه. هو ما بيروحش، هو للاسف ما بيروحش مدرسه لانه هو ثانويه عامه. ثانويه عامه ما يروحش المدرسه؟ يعني اللي هو نظام دروس خاصه وكده. ما ده التعليم الجديد اللي احنا ما شفناهوش، يعني ده التعليم الجديد اللي في مصر اللي احنا عاوزين نغيره، ده اللي مخليه قاعد في البيت بقى ينزل مع اصحابه تحت في المنطقه بياخد حشيش زي ما انت حضرتك بتقولي. هو كده زي ما حضرتك قلت، يعني هي النظام كده. طبعا انا بشكرك ان المشكله حاسه انها كبيره، يعني بالنسبه للمختصين في الادمان يقول لك دي حاجه صغيره مش كبيره قوي، لكن دي بدايه خطوره كويس انك تبداي بيها. ولكل اسره لكل ام خلي بالكم من ولادكم. هذه الحاله هنقدمها كده لصندوق مكافحه الادمان، نتواصل معاك ونشوف ممكن نساعدك ازاي. بشكرك بحييكي كل سنه وانت طيبه، ويا رب ابنك يعود لصوابه.
افكركم بعد الفقره اللي هقدمها دلوقتي، عندنا المفاجاه الكبيره، نشوف لقاءات مع الراحل كمال الشناوي، كابتن محمود الخطيب، ليلى علوي، عصام الحضري، صلاح عبد الله، اشرف عبائي، وكثير من النجوم هنشوفهم مع المخرج الزميل الفنان نبيل عبد النعيم. لكن عايش معاكم الفقره دي اللي كان تم افتتاحها بالامس، منذ بدا تطوير هذا المكان والاشاعات طلعت وقال لك خلاص باعوها للامارات والسعوديه والخليج، الميرلاند والتطوير اللي تم في مصر الجديده اللي رحناه وشفناه وتابعناه منذ عده اسابيع. بشكر رئيس الحي ومحافظ القاهره وجال اتصال لنا اكون معاهم في احتفال امس للافتتاح. الميرلاند اللي عادت لاهلها لاصلها للقاهره الجميله اللي عايزين كل سنتي ينور، واللي بترد على كثير من الشائعات الظالمه اللي بتطلع، عايزين بلدنا تنور. هذه الصوره بقدمها لمصر الجديده، مصر اللي عاوزينها تعود تبقى عروسه اجمل عرسان الكون، بلدنا اللي بدا كل سنتي فيها يتغير ويتطور، هتاخد وقت بس نشوف بعينينا التطوير والتغيير. خدكم روح مصر الجديده. نشوف جولتنا اللي عملناها في الشارع بشكل سريع، ولقاءاتنا مع رئيس حي مصر الجديدة، رئيس شركة مصر الجديدة، ميرلاند كانت ايه وبقت ايه، وهو ده اللي احنا عايزينه في كل مكان في مصر، وهو ده. مبروك على اللمسة الوردة الجميلة دي. ربنا يخليك يا طربي. انت احنا طبعا موجودين في المرحلة الاولى من الحديقة، الحديقة 50 فدان، سيد فدان في قلب الحته دي تبقى تحفه، تحفه يا فندم. ودي كانت تاريخ مصر الجديده وكانت متنفس لسكان مصر الجديده والاماكن المحيطه. مصر الجديده فيها اكتر من نادي اجتماعي، بس الميريلاند ليها طابع وذكريات لمعظم سكان مصر. مش لمصر الجديده دي، لكل القاهره وكل مصر، ناس بتيجي هنا. بعدين في ناس يقول لك ايه يا عم ما نبنيها عمارات ونعمل التفكير ده. كان في اشاعات بكده، كان في اشاعات انها هتعمل عمارات، ده هتتعمل مش عارف حاجات تجاريه، حاجات من دي. الجزء الاولاني الحمد لله خلص، شركه مصر للاسكان والتعمير مشكوره خلصته. 25 فدان اتعمل على احدث يعني مستوى من في اللاندسكيب. هم اهم حاجه ان فضلت زي ما هي، ما حصلش اي تعدي عليها. اللي بتتم كانت تحت اشراف وزاره البيئه، تحت اشراف المحافظه، وبالتنسيق طبعا مع شركه مصر الجديده. يعني شركه مصر الجديده مشكوره الحياه اللي صرفت على الموضوع ده كله، لكن في حسن نيه المره دي في عمليه التطوير، وكل الجهات تعاونت مع بعض، والصوره زي ما حضرتك شايف. اعتقد ان هي شهاده براءه لشركه مصر الجديده على الاقاويل. شركه حكوميه، فاحنا برضه شركه نتبع لقطاع العمل العام، بس في الاخر حكومه يعني. في الاخر في الاخر احنا حكومه. يهمنا الحفاظ على التراث، وبرضه بتطلع شائعات ويقول لك باعوها للمستثمر العربي، ضيعنا التاريخ. احنا هنا بنتكلم على اللي جاي. احنا هنعمل ابراج وجراشات تحت الارض، وهن انت عملت مظاهره انا. ما سيادتك الحمد لله دي شهاده براءه شركه مصر الجديده من الاشاعات اللي طلعت غير صادقه يعني. انا شايف كده بقى مع حي مصر الجديده هنا وفي غرناطه، وشفنا العمارات اللي ورا. ايوه عايزين. انتوا عندكم هنا تراث الراجل بارون امباندا الله يرحمه بقى، عمل حاجات. أيوة. عمل نهضه في مصر. طبعا. جميله يعني. طبعا. في حاجات تانية هتعملوها؟ لا احنا دلوقتي خرجنا بره بقى نطاق مصر الجديده، بعد الاراضي ما ابتدت تقل في مصر الجديده، بنشتغل في هيئه المجتمعات يعني العمرانيه الجديده. نتكلم على هنا التراث، في حاجه هتحافظوا على التراث نتكلم عليها ونعمل هو للاسف البارون مش تبعنا يعني، مش تبع وزاره الثقافه، لكن الحاجتين التراثيتين الموجوده ما زالت ملك مصر الجديده هي الغرناطه والمريلان. عاوزين بقى غرناطه، احنا بنتكلم على الوعي، الوعي المصري. مش هيبقى مكان بس، مش هيبقى اثر بس، عاوزين يبقى فيه منتج ثقافي في مكان شيك، مكان راقي. هل ممكن تعمله بتعاون مع شركه تبيع ثقافه؟ ممكن ده؟ هو ده فعلا بفكر فيه فعلا، ان هو مش هيبقى مجرد مكان ترفيهي، ده بالعكس هيبقى مكان ترفيهي ثقافي. يعني مش عايز اقول اسماء يعني شبيهه، بس هيبقى الصفه الغالبه عليها الصفه الثقافيه ان شاء الله. مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك، وعجبني انك
ايه الحلاوة والجمال اللي في الميرلاند ومصر الجديدة؟ بحيي السيد رئيس شركة مصر الجديدة المهندس هاني الديب والمهندس ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، بشكره على دعوتنا. شفت صورة حلوة وجميلة. جينا لمفاجأة البرنامج النهاردة، بنحتفل احتفال خاص بالأم، الأم اللي تم تكريمها من أيام الفراعنة، اللي علي أمين ومصطفى أمين كرسوا حياتهم وعملوا عيد للأم. طبعا كان في عيد أم موجود في أمريكا قبل كده، ولكن تم اختيار هذا التاريخ هنا في مصر من قبل علي أمين. وأيضا أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد. بعديهم بقى جه المخرج المتميز نبيل عبد النعيم مع يوسف معاطي مع فريق الإعداد مع خالد عجاج مع مجدي النجار، والأغنية التحفة والبرنامج الجميل الست دي أمي، الانفرادات والحاجات الجميلة. بقدم تحية لزميلي الكفاح نبيل عبد النعيم اللي أخرج حاجات كتير قوي، منها حوار صريح جدا كلام من ذهب والست دي أمي. بقدم له تحية قبل ما نعيش مع أجمل لقاءات اللي قدمها ست دي أمي مع الفنانين، مع محمود الخطيب، مع سامي الحضري. اللقاءات دي تعتبر كنز، تعتبر ثروة. دي مفاجأتنا النهاردة، نقدمها لكل أم مصرية، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وتحية للمخرج الصديق المتميز نبيل عبد النعيم. طبعا ده زميلي وصاحبي، ويعني قصة كفاحنا سوا. لكن المنتج اللي معاه يعتبر كنز من كنوز التلفزيون اللي لازم نشوفها باستمرار، لانه هذه الاعمال تقدم قيمة، قيمة الوفاء، قيمة التقدير للام. هذه اللقاءات بمثابة ثروة ثقافية تلفزيونية وخبطات اعلامية كبيرة. عشان كنت حريص في هذا الاحتفال نكرم نبيل عبد النعيم صاحب هذه الفكرة مع فريق العمل اللي قدموا هذه التحفة التلفزيونية، برنامج الست دي أمي. وتحية للزميل يوسف معاطي، وبعد كده أعتقد مها بوفية اللي قدمت الجزء الثاني أو ثالث من البرنامج. في لقاءات النهاردة مع الراحلين، مع الراحل كمال الشناوي، وربنا يديله طول العمر، رئيس النادي الأهلي الكابتن الخطيب، ليلى علوي، عصام الحضري، صلاح عبد الله، أشرف عبد الباقي، وكثير من المفاجآت مع نبيل. هنعيش مع هذا اللقاء اللي تم تسجيله منذ عدة ساعات بالأمس، ونقول لكل أم كل سنة طيبة. ومن الذكريات كمان الصعبة ليلى علوي لما قدمت اللقاء وعملت التسجيل، كانت والدتها عايشة ولكن توفاها الله من عام. حاولت أكلمها عشان تصل بيها تليفونيا، لكن قالت لي إن هي السنة دي أول عيد أم يجي عليها عمالة تعيط. فإحنا بنقدم يعني بنواسيها ونواسي كل واحد فقد أمه. تحية لأمهات المصريين الأبطال، تحية لأم كل شهيد، وأم كل واحد حتى لو عامل بسيط لكن شريف بيخدم بلده بكل نبل وبكل إتقان وبكل ثقة. بلدنا الحلوة، بلدنا الغالية، بنعيش معاكم الفقرة المسجلة دي، وأشوفكم الأسبوع القادم في نفس الميعاد مع مزيد من الخبطات، مزيد من اللقاءات اللي بنقدم فيها من القلب للقلب. ابعتوا لنا على طارق علام تي في عشان نعيش معاكم الحلم. نرجع تاني لمفاجأتنا وحلمنا ولقائتنا، ولقائتنا الحلوة الجميلة مع زميلي وصديقي العزيز نبيل عبد النعيم، والست دي أمي، وأجمل لقاءات قدموها هو فريق العمل بنقدمها النهاردة. تحية للأم المصرية، كل سنة وانتم طيبين.
سنة وانت طيب وكل أم مصرية مشيخة. ست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أقدامها وأنا لو عايش خدامها. مش هوفي أجرها ست دي أمي. أعزائي المشاهدين، زي ما قلنا لكم المفاجأة، اللقاء اللي هيبقى فيه مفاجآت كثيرة ليكم، اللي هنشوف فيه لقاءات لكل النجوم اللي بتحبوهم. يمكن نقدم 7 ولا 8 ولا 10 نجوم، ولكن وراء هذه الحكايات، وراء هذه القصص، في مبدع، في مخرج، في زميل الكفاح والنجاح. نبيل عبد النعيم اللي أخرج كلام من ده بحوار صريح جدا، الست دي أمي، اللي أنا سعيد اللي بقابلك النهاردة. مش عايزك تتكسف كده، احنا يعني دياما كثيرا امام الكاميرا وخلف الكاميرا. اللي عملناه في الناس هيتعمل فينا. اتفضل. نبيل بيتكسف على فكره. وفي حاجه اقول لكم، احنا بنحتفل بعيد الام. يمكن جانب الاجتماع الفني مع نبيل عبد النعيم، انا كنت يتيم الام والاب، ونفس الحكايه مع نبيل عبد النعيم. ده بيدي معطيات في العمل. لما مثلا برنامج زي الست دي امي، المخرج او المذيع او المعد بيقدمه، مش بيقدم ورقه وقلم، دي مشاعر، دي احاسيس، ازاي كان بيطلعها من خلال الاغنيه واللقطات والاخراج. فاليوتما لما يتجمعوا ونقول زينا افرحوا وانبسطوا، احنا بنفتكر الام بكل ذكرى جميله. كل سنه وانت طيب، وسعيد بقابلك ونعيش لحظات حلوه النهارده. كل سنه وكل ام طيبه يا طارق، والله يرحم امهاتنا اللي رحلوا. انا مبسوط قوي ان انا معاك. احنا رحله كفاح طويله جدا جدا جدا. لو انت بتكلمني عن الست دي امي، لازم اقول انا بشتغل بقى لي اكتر من 30 سنه، وعملت حاجات كتير جدا جدا الحمد لله. بس فعلا لو قلت لي انت بتحب ايه، اقول لك انت بتحب ايه. بس لازم كلام من دهب معاه. والله والله كنت هقول كلام من دهب. كلام من دهب والست دي امي. طبعا هم من احب البرامج اللي فيهم جانب ترفيه، يعني ترفيهي وانساني في نفس الوقت. يعني والله انا بالنسبه لي هم ما كانوا برامج ابدا. انا احساسي ان طول الوقت وانا بعمل كلام من ذهب معاك، او بعمل الست دي امي مع يوسف معاطي، او بعمله مع مها ابو عوف بعد كده، ان انا مش نازل لاصور ولا نازل اعمل حاجه ليها طعم روح كده انت بتعملها. وعلى فكره نبيل بقى يعني عنده ميزه او عيب، من كتر التأثر الاقي الدموع نازله. فده ابقى انا مثلا امام الكاميرا او الزملاء يلخبطنا، وده حصل معانا دلوقتي في المونتاج. بتفرج معاه لقيته بعيط، قلت له هطلع اصلي. الدموع التي تسبق اشاره العمل بيخلي العمل انساني صادق 100%. طبعا انت شفت عشرات القصص وقدمتها وثقتها، وزي ما قلت يمكن الراحل مصطفى امين عمل عيد الام، وانت وثقت ده تلفزيونيا بالنسبه للام المصريه. هكلمك على القصص، نقول مثلا نبدا بالمشاهير. ايه رايك نبدا على طول، ولا عاوز تضيف حاجه او تقول حاجه يعني؟ عايز ما ننساش شركه معانا انت كنت شاهد عليهم في الست دي امي، وهم برضو كانوا معانا في كلام من ذهب. الله يرحمه رياض الهمشاري، طبعا الملحن العظيم. طبعا 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 صديقي النجاح وصديقي الكفاح مجدي النجار، رحمه الله عليه. طبعا مجدي النجار اللي كتب كلمات الست دي امي، رحمه الله عليهم هما الاثنين. الله يرحمه. رحله كفاح طويله قوي 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 يا طارق. والناس دي لا كانت بتشتغل علشان فلوس، ولا كانت بتشتغل علشان شهره، كانوا بيشتغلوا عشان زي ما انت قلت كده، اللي هو بيحب امه ونفسه يعمل حاجه لامه، مش الحكايه خالص لا شغل ولا لحن ولا اغنيه ولا. وخالد عجاج طبعا ربنا يحفظه يا رب. طبعا يوسف معاطي بقى اللي يعني ترك العمل التلفزيوني وبيكتب دلوقتي، بقى كاتب سيناريست عظيم، بنوجه له التحيه. طبعا ما بعوف زي ما انت قلت في الجزء الثاني. طبعا العمل ما بيبقاش واحد، لكن المايسترو كان في هذه الاعمال
سواء كلام من دهب، حوار صريح جدا، سواء الست دي امي، كان نبيل عبد النعيم. نبيل عاش ده امام الكاميرا وخلفها، وعاش كل الظروف. الحكايات اللي احنا بنقدمها في دقائق هي رحله السنين لمشاهير، وايضا بعض القصص الكفاح اللي هنشوفها مع بعض. وبشكرك انك هتقدم معانا النهارده لمشاهدي برنامج هو ده. هنقول بعض الحكايات لان انت عندك حكايات لا تنتهي. ونبيل كنز تلفزيوني لم يستثمر حتى الان. لا بجد والله، ده ليه اعمال مع الراحل عمر الشريف والراحل احمد رمزي وحاجات كتيره جدا. لكن نعود للست دي امي. هنقول مشاهدين في مفاجات. اول نجم او نجمه تحس انه كان مفاجاه بالنسبه لك، ونشارك المشاهدين معنا، كانت القصه ايه او الحدث ايه؟ والله يعني لو حبينا نبتدي مش هنسى ابدا الاستاذ الفنان رحمه الله عليه الاستاذ كمال الشناوي. فجاه طارق مثلا، احنا الحوار اللي عملناه معاه ده كان عنده مثلا تجاوز سن ال70. بس الام، خلي بالك الام طبعًا، يعني ذكرياتها احنا طبعًا كلنا وكل طبعًا اتفرجوا علينا دلوقتي. وفجاه طفل بيندم ندم فظيع جدا وبكاء على يوم رحيل امه، مش لمجرد الرحيل، لمجرد ندمه على حاجه افتكرها ان هو عملها، فنسي الكاميرات ونسي كل حاجه وابتدى يلوم نفسه. 8 مارس ده كنت لسه بعمل المسرحيه، كانت مريضه بقى قوي وتعبانه، فحصل هي توفت في اليوم ده، المسرحيه المفروض شغاله. انا طبعا يعني تاثرت جدا، وفكرت ان انا يعني ابلغهم بحيث ان هم يعني يلغوا العرض وخلاص بقى، كان الوقت متاخر. لكن ما اعرفش، جواز اخواتي اغلبهم قالوا لي انت هتعمل ايه، حرام كده انت قاعد والناس اللي جت دخلت المسرح وكل الالغاء هيبقى صعب، وحاول يا كمال انزل. ويقول لهم مش هقدر، مش هقدر، وانا فعلا ما كنتش قادر. ولكن اثروا عليا، تسرب الخبر للصاله ان والدتي توفت، وخبر للممثلين ان والدتي توفت، وانا ما اعرفش. وبعد انتهاء الستاره انتهى المشهد، بكيت بكى يا يوسف، ولقيت ما شاء الله زملائي شالوني على كتفتهم، والجمهور بقى يسقف ليا وانا بعيط بكي. شيء ما عندكش فكرة أوصف لك الموقف اللي أنا كنت فيه. ببكي على إيه؟ أنا ببكي على أمي اللي أنا جيت هوت وسبتها هي هناك، وجاي أمثل حضرتي. إيه اللي أنا بعمله ده؟ غلط غلط غلط، حد صدقني يعني. أهو شالوني وجمهور جاي سلم عليا، وكم يعني عزوني، وأهو حاجات بقى بتحصل كده. اخر حاجه قالتها لك ايه يا استاذ كمال؟ اخر حاجه ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا اخر صبرها. الست دي امي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. زي ما قلت لكم، ده مش سيناريو، ده سيناريو الحياه، ده خطوط العمر اللي بتتكتب تتحكي، ممكن تطلع تفاصيلها في بعض اللقاءات. من اللقاء ده اللي كانت النجمة المنورة ليلى علوي ومعاها والدتها في الوقت ده، انت فاكر اللقاء ده طبعا؟ طبعا ده من قد ايه بقى؟ من الحلقات الجميلة جدا، من تقريبا 3 سنين. من سنتين ثلاثة تقريبا. اللي حصل في العام الماضي ان والدة ليلى علوي توفاها الله، بقاء لله، لكن يبقى شريط الذكريات ومنه اللقطة النادرة الجميلة اللي بنديها ليلى علوي وأسرتها. يا أغلى حاجة في حياتي، يا أنا يا كلي، يا عمري، يا أمي، يا حبيبتي، يا صاحبتي، يا بنتي، يا قلبي، ربنا يديكي كل حاجة
انت عايزاها لينا عشان تبقي مبسوطه، عشان عارفه ان انت دايما دعواتك وامنياتك لينا. فانا بقول يا رب يرضيكي، ويا رب يديكي الصحه وطولة العمر، وتبقي دايما فرحانه بيا وبلميا وفرح وبهنا وبخالد وبحافظ، وانت احلى حاجه في الدنيا، وربنا يكرمك يا رب يا رب، ودايما تبقي راضي عني علشان تبقى حياتي حلوه. كتير واحنا بنقدم الجوائز بيحصل لك موقف انساني غير متوقع غير عادي. بنقدم اللقطه دي، هي اجمل لقطات عيد الام، هو اجمل تكريم. ده تكريم البنت المصريه اللي هتشوفوه دلوقتي، كان بالنسبه لي مفاجئ. احكي لنا القصه اللي هنقدمها دلوقتي بالنسبه لكم، هي قصه السنين للشعب المصري، للبنت المصريه لامها. القصه دي والله احنا كان عندنا حلقه مع الفنانه ريهام عبد الغفور، وكنا في نهايه كل حلقه بنكرم ام من الامهات، بياخدوا الجائزه بتاعت البرنامج، بياخدوا الجائزه بتاعت البرنامج. فوجئنا بان السيده اللي احنا بنكرمها عندها ثلاث بنات وعندها ولد، وعملوا حاجه يا طارق، خلونا كلنا بالمصورين بالناس كلنا اقسم بالله كلنا بنهنا من الدموع. مش هقول لك عملوا ايه، تعالى اتفرج. برنامج الست دي امي بيقدم لك هديه كبيره قوي. يا رب. رحله للعمره. صح والله. الأم بجمالها بدعائها هي كل البركة، مش هقول جزء. اللي بنشوفه لمحمد صلاح ده أكيد الأم راضية عنه والأب، وبرضه أكيد في أحد لعيب المنتخب القومي اللي وصل كأس العالم واللي حكايته غير عادية اللي عايزين نتكلم عليه دلوقتي، أكيد برضه أم وأبوه ليه دور كبير لأنه عامل معجزة. نتكلم على مين؟ هنتكلم عن أم وأبو السد العالي عصام الحضري. التلقائية يا طارق والبساطة، وتحس ان هي والدتك، وتحس ان الراجل ابوه ده فعلا والدك. ناس بسطاء وناس جمال، وتحس ببركة ربنا كده ملياهم الناس البسيطة. انا عاوز اقول حاجة، في لاعبين من الاهلي والزمالك مواهبهم مش عاوز اقول لكم وتعرفوهم، بس مش هنقول اسمائهم، كان عندهم جحود مع الام والاب، لكن اللي حصل لهم ايه؟ ما كملوش المسيره في عز شبابهم. السبب ايه؟ الام والاب. ويمكن عصام الحضري زي ما انت بتقول، الام والاب هي اللي راضيه عنه، فوصل ما شاء الله يعني. الرضا الرضا. واتفرج على الدعاء اللي امه بتدعوله من قلبها من قلبها، هتشوفه دلوقتي حالا.
ربنا يرضيه ويرضيه كمان ويجعله سعيد ويرضيه ربنا هو اللي زيه ويزيده كمان وكمان بالخير اللي هو فيه يا رب. وربنا يجعله يدي زي ما هو بيرضي الكل وما شوفش فيه حاجة وحشة أبدا اللي هو ولا اللي زيه. وهو يعني اللي لنا في الدنيا هو وربنا, وربنا هو اللي يعلم احنا بالنسبة له ايه. الست دي امي كان بيستضيف كل الفنانين بكل انواعهم, المطرب والممثل والمشاهير ولعيبة الكورة والادباء كمان. لكن اكيد في حد مثلا قدم هدية غريبة او كانت لقطة ممكن تبقى انسانية بس كانت غير عادية, تفتكر مين بقى دلوقتي؟ على الفور شعبان عبد الرحيم. ايه شعبان عبد الرحيم يعني ربنا يكرمه. عرفت في اليوم ده الراجل ده في منفوح بدعاء والدته, وان ربنا راضي عنه, واللي هو الخير اللي هو فيه ده سببه الست دي امي اللي هي امه. والله يا طارق فاجئني انا ويوسف واحنا بنصور, وراح عامل موقف مع امه انا مش هحكي عليه, هسيبك تتفرج وبعد كده تحكي لنا انت. يا ترى الموقف ده ايه؟ على فكرة اللي بنقدمه النهاردة تكملة لرسالة الست دي أمي. أمك بوس إيديها, بوس دماغها, بوس رجليها. الجنة تحت أقدام الأمهات. ونشوف اللقطة الغير عادية من شعبان عبد الرحيم لوالدته. هي كانت طالبة قبل كده من غير ما أنا أعرف, يعني ما قالتليش أنا. بس حاجة بقى أنا هديته هو. انتوا جايين بهديه. اقل حاجه عم يوسف الواحد يعملها مع امه, يعني اقل حاجه. لا والله هديته هو. هات بس ايدك كده افتح. الله يبارك فيك يا هو, بس عريض كمان وكمان. اللهم صل على ابو عارف مقاسك كمان بالواي. الله يوسع رزقك يسعدك يطعمك ما يحرمك يطعمك ما يحرمك يا هو. يا فرحة قلبي يرجع عليك ربنا. ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبة حبيبة يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. حب الأم حالة خاصة لا تتوصف ولا كذا, لكن في بعض الناس بيبقى عندهم نوع من انواع التواصل حتى لو الام مش موجوده, حتى لو رحلت. مين اللي انت حسيت انه في تواصل روحاني في اللحظه بيتكلم بشكل غير عادي؟ مين اداك الاحساس ده؟ عم صلاح عبد الله. هو شاعر, خلي بالك هو بيكتب شعر. ف حاجه يا طارق والله العظيم ولا اعظم مؤلف ولا سيناريست مهما اقول لك, الحاله اللي هو بيتكلم فيها عن امه بيكلمها وهي عند ربها هو شايفها. بيقول لها ايه؟ حاله مش عايزه اتفلسف, عايزك تتفرج. حاسس مش عارف ليه جوايا احساس ان كل ده كنت عايز اقوله لها بشكل شخصي. عايز اقول لها انا بحبك جدا, انت اهم وأعظم ست في حياتي, أنت كل حياتي, أنت في عقلي وفي قلبي وفي كياني, أنت ذاتي, أنت ذاتي. أنت عمرك ما هتبقى ماضي, لا أنت حاضر وأنت آتي. نفسي أشوفك, مع أن أنا حاسس على طول بشوفك على طول, انت وحبيبك عبد الله جوزك حبيبك, بحس بيك وبشوفكم. انا كتير جدا وانا نايم بقعد انادي عليكم. والله العظيم انا مراتي وبناتي على طول بيقولوا لي انت في ايه, او يعني بيتخضوا عليا من كتر ما بقعد اندى عليكم وانا نايم. يعني اتقلب كده ياما يابا. بحبك, بحبك جدا, بحبك فوق الوصف. انا على فكره ياما جبت 3 بنات, ربنا كرمني ب3 بنات وحفيده كمان. عشان انت
كنا كلنا صبيان وبنت واحدة، فأنا عوضت لك أهو يعني، جايب لك أربع بنات لغاية دلوقتي يعني. طبعا مش حاضر اجيب تاني خلاص كده، حلو قوي رضا يعني، واخده بالك؟ بس ان شاء الله حفيداتك هيجيبوا لك حفيدات تاني يعني، واشوفك على خير، ربنا يجمعني فيك. انا يعني انت ان شاء الله في مكان احسن ملايين المرات من اللي احنا فيه دلوقتي، وانا مش عارف والله يا أم مش عارف يعني، ادعيني. بنكمل معاكم مفاجأتنا مع قناة المحور وبرنامج هو ده مع المخرج الجميل العظيم الكبير نبيل عبد النعيم، بيقدم لكم مفاجأة النهاردة، أهم وأحلى اللقاءات، دقائق سريعة لكن بتقدم رحلة سنين. ونتكلم النهاردة ونشوف مين من فنانينا اللي ممكن نقدمه ونعيش معاه وهو بيتكلم على أمه، والكلام ده من سنوات، هنعرف ليه سر نجاحه الغير عادي. نتكلم طبعا، تعرف على صاحبك وصاحبي مين؟ بنتكلم على قيمة كبيرة جدا جدا جدا، ورغم ان انا زملكاوي انما انا بعشقه طبعا، كابتن الكبير العظيم محمود الخطيب. محمود الخطيب بيبو طبعا. طبعا طبعا طبعا، راجل محترم طبعا. يكفي يا طارق ان انا اقول لك، اقسم بالله العظيم، رفعت سماعة التليفون كلمته، كابتن محمود انا نبيل عبد النعيم، ممكن عايزين نستضيف حضرتك. قال لي في ايه يا نبيل؟ قلت له بنعمل حلقه حضرتك مش هتبقى فيها النجم خالص، احنا هنتكلم عن والده حضرتك. قال لي على الفور، ما ترددش دقيقه، وقال لي سبحان الله، وحكى لي حكايه قالها في التصوير. سبحان الله، بيبقى في تواصل، في رساله. نجم الجماهير، رئيس النادي الاهلي حاليا، واللقاء ده منذ سنوات طويلة مع برنامج ست دي أمي، بنشوف بيبو بيبو الله يا خطيب. أنا لما كنت برجع من تمرين يوميا بالليل، فأمي كانت فعلا بتقوم وتقف في المطبخ وبتشتغل وبتعمل لي، تحضر لي أكل، ولازم أكل بقى زي ما قلت أكل غذائي يعني. فبتقف في المطبخ بعديها بعد نص ساعة ولا حاجة، بتروح نايمة في سرير وتعبانة جدا من جنبها. الكلام بتكرر كتير قدامي، فابتديت يعني مضايقني الموضوع، مضايقني يعني. ومع ان اخواتي بنات كتير وكبار يعني، احنا عندنا، انا يمكن انا رقم 10 في اخواتي، وعندنا ست بنات ورا بعض الاول، كلهم بنات، وبعدين اللي جاهم بقى صبيان فكبار يعني، كبار في السن يعني، لكن هي كانت مصممه هي اللي تقوم وهي اللي تشتغل وهي اللي تعمل بايديها. فلما لاحظت انها بتتعب، فكنت حقيقه متضايق، فاخدت راي دكتور ابراهيم الوكيل، كان رئيس النادي الاهلي في التوقيت ده. قلت له يا دكتور حصل كذا كذا، قال لي طب ما نجيبها نكشف عليها ونشوف. فجبتها فعلا، وخدت طبعا والدي ووالدتي الله يرحمهم، ورحنا للدكتور، وحاجه في الكلى. فالدكتور كشف وقال محتاج عمليه. فاحنا قاعدين في الاوضه ووالدتي موجوده ووالدي، واحنا خارجين راح والدي خدنا على جنب وهي مش سامعه، وقال لي يا محمود بلاش عمليه، عشان اتعملت عمليه قبل كده من 12 سنه، والدكتور اللي عمل العمليه قال مفيش داعي، لو تعبت ما تفتحوش تاني، لان احتمالات وفاتها كبير. فطبعا انا اخدت الصوره زي ما هي، رحت قايل تاني يوم للدكتور ابراهيم، قلت له حصل نفس الكلام، الحوار ده انها ممكن يعني. قال محمود يعني، قال برضو الدكتور متخصص في الموضوع ده، قال يا جماعه الطب تقدم، الكلام ده من 12 سنه، الطب تقدم وان شاء الله الاعمار بيد الله، وموضوع احنا يجب ان احنا نسعى، وموضوع مش. فكررنا العمليه. فطبعا هي كان رأيها، هي كانت عايزه تعملها، هي سايبه نفسها، لان هي فعلا كانت تعبانه جدا، فسايبه نفسها. في نفس الوقت والدي، انا كنت يعني الله يرحمه، كنت حاسس يعني بشيء عمري ما شفته قبل كده. رحنا يعني دخلنا العمليات، قلت العمليات، ويوميها انا كان عندي يعني، رحت اعتذرت عن التمرين في النادي، وقعدت معاها من ساعه ما دخلت اوضه العمليه لغايه ما خرجت. ولما خرجت من اوضه العمليات قعدت مستني لغايه ما فاقت من بينج، يوميها كان بالليل، وفضلت قاعد لغايه تاني يوم الصبح. فلما قامت جه الدكتور شافها، وكانت مش عارف اقول زي الفل. وعمري في حياتي ما شفت والدتي الله يرحمها بالحلاوه دي، وشها منور يعني، حاجه جميله جدا. وقامت وكلمتني وخلاص.
فاطمنت كده. بعد كده رايح النادي، كان عندي تمرين الساعه 3، وانا في التمرين جالي خبر وفاه. سر النجاح والقبول والبركه هو الام. لو كوميديان ممكن يتكلم بقى بجد لحظه صدق عن اهم شخصيه في حياته هي الام، مين الكوميديان اللي انت حسيت ان والدته يعني اثرت فيه؟ لما تشوف نجاح دلوقتي بتفتكر اللقاء ده كتير قوي. بس قبل ما اقول لك، عايز حاجه غريبه جدا كانت بتحصل يا طارق. اي فنان، اي نجم، اي مشهور كان بيجي يقعد يتكلم عن امه مهما كان هو ايه، بينقلب لطفل وحاله من الصدق. مفيش كذب، مفيش ان انا النجم، مفيش، لا، هو موافق بارادته انه يبقى كومبارس قدام والدته. انت سالتني عن الكوميديانات، احنا كتير جدا كوميديانات، سمير غانم، طلعت زكريا، قابلت معظم النجوم يعني بالظبط كده. لكن ده من جيلنا اللي حبيبنا طبعا، حبيبنا طبعا، كسر الدنيا طبعا بفضل دعاء الوالدين، خصوصا طبعا الام طبعا. اشرف عبد الباقي، اشرف عبد الباقي وهو بيكلمك عن ذكرياته والطفوله ويوم الجمعه والفطار ولمه العيله و و و، تلاقي نفسك كانه بيتكلم عن والدتك، بيتكلم عن حاجات لمساك وحاجات انت بالفعل مش غريب عنها. تعال شوفه كده بقى بيتكلم عن فطار يوم الجمعه يا استاذ. عمري ما افتكر مره حصل مشكله بين والدتي ووالدي على مثلا الفلوس او على المصروف او على ان احنا ناقصنا حاجه في البيت. ممكن ده كان يبقى حوار خاص جدا بينهم احنا ما نعرفوش، ولا انا ولا اخواتي، لكن احنا بنطلب حاجه بنلاقيها موجوده. بنلاقيها موجوده ازاي؟ هم بيدبروها ازاي؟ هي كانت بتعملها ازاي؟ دي كانت حاجه خاصه جدا بيها. وفعلا حكايه ان احنا الحاجه الصغيره اللي تبينها انها خروف دي، يعني مثلا كان عندنا يوم الجمعه حاجه اساسيه اللي هي الفول. الفول ده كانوا بيعملوه يوم الجمعه بشكل خاص قوي. كان يبقى فول بالبيض وبالبسطرمه وبالسجق، يعني اختراع طاجن كبير كده اهو، وبعدين بتحط له فحمه عشان يعمل طعم الكباب وهو في النهايه فول. فكانوا بيسموه الحاج فول يعني. بنتكلم على الام المصريه واكيد الست اللي بتحضر وهتاخد جايزه. انت اولا كنت بتقول لناس النوع جايزه ولا بتبقى مفاجاه؟ لا لا لا، مفاجاه طبعا. مفاجاه، مفاجاه للسيده ومفاجاه للنجم اللي معانا. تبقى حلوه دي، واحنا بنعيشها والناس بقى تقعد تحضر وتعيط، لكن تبقى طبعا المشاعر وصدقها طبعا. في 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 عندك قصة معينة عاوز تقولها؟ في سيدة اسمها ليلى راغب العراقي. فاكر الاسم؟ فاكر الاسم وفاكر ان بنتها اسمها داليا. وكانت حكاية عجيبة قوي يا طارق، ان البنت وهي طفلة خدت حقنة غلط فجالها شلل. خطأ طبي. والام صممت انها تشيل البنت يوميا على كتافها وتوديها المدرسة وتوديها الجامعة ولغاية لما جوزتها. وكانت المفاجأة لما مدامها أبو عوف قالت للست الجايزة، وكانت المفاجأة للست ومفاجأة ليلى علو نفسها. شكر وتقدير، وقبل ما أراه يعني أكيد كل الكلام ده قليل عليك. جميل جميل والله، منكم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة تقدير، يتشرف برنامج الست دي امي بمنح السيده ليلى راغب العراقي شهاده تقدير كأم مثاليه عرفانا بعطائها ودورها العظيم التي قامت به من اجل ابنائها. شكرا. هنستجع بقى حبيبتك. ممكن حبيبتك تطلع؟ شاهد شاهد شاهد، تعالي يا شاهد. دي اللي بتمسكها وتشوف مامتها وتنجمها. مبروك. اهلا اهلا. تعالي فينا بقى. تقولي ايه لتيتا؟ ربنا يخليك يا تيتا. بتحبيها قد ايه؟ قوي قوي قوي. انت عارفه ان مامتك عظيمه جدا بجد، عارفه ان تيتا كانت قويه جدا ووقفت جنب ماما كتير. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. تقولي كل سنه وانتي طيبه لماما ولتيتا. حياتي يا حبيبتي يا حبيبتي.
احنا مهما حاولنا ان احنا نرد الجميل مش هنوفيكي حقك بجد. فعلشان كده البرنامج مقدم لحضرتك رحلة عمرة. الله وانا فرحانه جدا بالعمره دي ومشكورين جدا ان هم هيطلعوني العمره دي لان كان نفسي فيها وانا ما عنديش مقدره. طب انا في دلوقتي داليا وصلت فهنطلعها على المسرح دلوقتي. الحاجات اللي احنا بنحس بيها اغنية البرنامج لما تنجح، وده حصل معانا في كلام من دهب لغاية دلوقتي بعد سنوات طويلة الناس تقول دهب دهب دهب. نفس الحكاية مع الست دي امي وخالد عجاج. طبعا التيمة في اخراجك انك تعمل تقترح الاغنية وبشكلها وشحمها ولحمها وتعيش مع الناس. الصدى بتاع اغنية الست دي امي كان كبير جدا في شارع مصر. بص يا طارق، من نعمة ربنا انا عملت حوار صريح جدا، حوار صريح جدا جدا، وكان بدايه ان البرامج يبقى فيها اغنيه بقى لاغنيه تتر. ومين اللي غناها وقتها؟ علي حميده مثلا، اللي هو لولاكي ومكسره الدنيا في التوقيت. سبحان الله. جينا بعد كده عملنا معرض